واحدة من بيت المارية، ما سمعتش عنهم يا مولانا؟ خلصت يا رجيحة؟ جربت يا ستي، عاوزة حاجة؟ عايزاكي تروحي تتغدي مع البنات وتشوفيهم بيشتغلوا في ايه وتشتغلي معاهم، عشان ستك الحاجة ما بتحبش البنت اللي تركن وما تشتغلش في الدار. يا ندمتي، داني كنت فاكرة اني مخصوصة عشان هي اللي تقول. برضو دلوقتي تروحي تسلمي نفسك للصديقة، هي الكبيرة اللي بتوزع الشغل وهي الخدامة الخصوصي بتاعت ستك الحاجة. حاضر، اني رايحة. عاوز بيه راجح؟ الله، ده انت صحي. ازيك يا رضوان؟ ازيك انت يا حسن؟ امي وعمتي زمزم فاكرينك نايمه، اصلني سالت عليكي لما ما ظهرتيش ساعه الغدا. قولي يا حسن، ما عرفتش حاجه؟ حاجه ايه يا رضواني؟ اني مملكتش اقعد مع العمده اتكلم معاه في حاجه، والشيخ مجاهد ما بيسيبوش. طب وامي الحاجه؟ برضه يا دوب اتكلمنا في موضوع جوازه العمده الجديده. هو اخويا فتح الله هيتجوز تاني؟ قولي تالت. لا بس المره دي ايه، واحده مصريه فيها عرق تركي وراها عزب واطيان وعزوه عثمانلي. حلوه يا حسن. واني شفتها يا رضواني، بس اكيد ما دام فيها عرق تركي تبقى حلوه زي الترقوة. وهو بيحبها؟ حب ايه وكلام فارغ يا رضواني، ده مسخره. الحب مسخره يا حسن؟ بقول لك يا رضواني، اصلح لك تشيل الجدع اللي اسمه حماد ده من دماغك خالص. الانجليز اخذوها رضواني، واللي بيروح في ايد الانجليز ما بيرجعش. حرام عليك يا حسن، فلا الله ولا فعل. للدرجة دي؟ الله يعوض عليك يعوض الصابرين. عايزينه يقعد مع اخوه شاهر في كفر الشيخ. عارف حسن ده رغم صغر سنه، لكن ربنا مديله عقل اكبر من سنه بكتير، وضمير نضيف وحي. ونعم بالله فتح الله يا ابني، والاخوات لبعض برضه. بس كفر الشيخ ما فيهاش معهد ازهري. هنوديه المدرسه الاميريه، وفي نفس الوقت هنلاقي له عالم من علماء الازهر يوجهه ويقرا معاه في الدين. ما هو مش شرط يعني الازهر وخلاص. العلم موجود في الازهر وبره الازهر، وميسور للجميع يا عمده. واللي فيه الخير لاخوك اعمله، دي مسؤوليتك. بالاذن، بالاذن يا جناب العمده. فيها يا شيخ الغفر؟ عدم المؤاخذه، تسمح لي بكلمه؟ مقول، هو في حد غريب؟ طيب عمده استاذن انا افوت على الشيخ حامد، ان شاء الله نصلي في الجامع وارجع تاني. وهو كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. في ايه يا شيخ الغفر؟ انت هتبتديها بغباوة كده؟